السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعين الكرام. النهاردة معانا الباور، زي ما انتم شايفين كلنا بنستخدمه في التنظيف في المطبخ، سواء للبوتاجاز أو ممكن لو برضو الحوائط في عندهم، في بعض الناس بتستخدمه. أنا جاي أحذركم منه، أنا بصراحة يعني ما كنتش بستخدمه، استخدمته مرة واحدة بس. لما رشيته لقيت الروائح بتاعته قوية جداً، يعني لو حد عنده حساسية ممكن يعني يحصل له اختناق من الريحة بتاعة الباور. الريحة بتاعته قوية جدا وممكن تتعب الصدر، ممكن تجيب حساسية اصلا. لو انتي بتستخدمي على طول ممكن يجيب لك حساسية، لان انتي لما بترشيه اصلا كمان بيطلع رذاذ، فالرذاذ ده هيتعب لك صدرك وممكن يجيب لك حساسية. فالباور يعني انا ما حبيتهوش خالص لما انا استخدمته، حتى لو كان بينظف، بس هو يعني حتى التنظيف بتاعه في انواع تانية اقوى منه بكتير. يعني انا مثلا بجيب مستر شاهين للتنظيف بتاع البوتاجاز، ده اصلا متخصص في التنظيف بتاع البوتاجاز، اهو زي ما انتم شايفين اهو مرسوم عليه بوتاجاز، وقوي جدا في التنظيف اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني بصراحة يعني ساحر في التنظيف هو. صحيح ملوش بخاخة زي الباور، بس انتي ممكن يكون عندك علبة فاضية بتاعة باور وتفضي فيها المستر شاهين ده وتبخيها عادي على البوتاجاز وتنضفي بيها، يا اما تحطيه كده والله برضه بينضف وجميل جدا. حتى الحوامل بتاعة البوتاجاز يعني هي بتكون اصعب حاجة في التنظيف، ممكن تحطيها في كيس كبير وتنزلي عليها المستر شاهين ده، برضو هتلاقي الدهون كلها طلعت بدون تعب بدون مجهود. يعني بصراحة مستر شاهين ده أنا من ساعة ما استخدمته وأنا بستخدمه على طول لتنظيف البوتاجاز، يعني هو بصراحة ساحر يعني في التنظيف. في بعض الناس بتستخدم خلطات يعني بتعملها على بعضها، أنا برضو بحذركم من الكلور. يعني الناس اللي بتنظف سواء الحمام او اي حاجة كده، يعني في ناس بتحط كلور ومعاه بعض المنظفات، فده خطر جدا. وناس برضو بتنظف بالبوتاس، البوتاس برضو بينظف، بس ما تحطيش حاجات على بعضها لان الحاجات على بعضها بتتفاعل. الخلاطات بتاعة الخل والحاجات دي ما فيش مشكلة منها، لكن اي مواد كيماوية لو ضفتيها على بعض دي خطر جدا عليكي وعلى صحتك، وممكن يعني بصراحة ممكن تنفجر في وشك. في بعض الناس كتير حصل لها حوادث من الموضوع ده، يعني في ناس بتضيف البوتاس وبتضيف معاه منظفات تانية في جوه ازازة، البوتاس نفسه اصلا مادة كاوية، فما ينفعش انت تضيفي معاه حاجة تانية، ده خطر عليك. يعني انا شفت واحدة بتقول انها الازازة انفجرت في وشها، فعينيها احمرت وورمت وحاجة فظيعة يعني، وراحت المستشفى. بعد الشر عليكم كلكم، يعني ربنا يحفظكم، بس احنا نخلي بالنا مش اي حاجة نسمعها برضو على اليوتيوب ونعملها. في بعض الناس بتفتكس وتعمل حاجات على بعضها وخلاص من غير ما تعرف الاضرار بتاعتها، فخلوا بالكم. زي ما قلت لكم ان الباور ريحته بصراحة فظيعة جدا، لكن مستر شاهين ده بدون رائحة، مفهوش ريحة خالص، مجرد سائل كده بس بينظف يعني حلو قوي. قلت اقول لكم على المعلومة دي، يعني انا بحب استخدم مستر شاهين، يعني هو مش اعلان ولا حاجة بس انا بستخدمه دايما في التنظيف. وبلاش موضوع الباور ده، ممكن لو عندك علبة فاضية كده تستخدميها في تحطي فيها مثلا يعني من السائل بتاع مستر شاهين وتنضفي بيها. ويارب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش في مربع احمر تحت، ياريت اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وأي حد ممكن يعني يستفاد من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش اللايك.